ريت ريت بعدين يجي العباب دقيته يعني هو بده يسني قاعد الشرطة رسيت الشرطة ما خلاها تجي الشرطة هاي وقف لا يصحى أو داروا صحى على الأرض اللي هو داروا صحى على الأرض طلعت بنته كانت طلعت كانت متخبية بعدها بلعب رياضة بدي المنطقة بدرة لما خفت المطار ما طلعت مسكت راسي ورتني يعني ورتني على واخذ يعني العيب تاعها العيب تاعها ورتني العيب تاعها وقالت لي روح روح ورتني رحت تميت جيت على بيتها لفيت 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 جيت على بيتها الاب ربع المسدس علي الاب ايش؟ ربع المسدس علي ربع المسدس علي بده يقوم بده يدخني وهي مرات ضربت على ايده سبحان الله لو تاخرت ساعه 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 كان كيف علي قد انسى قد انسى كان قاعد لفيت كان الله مسكت لي فمين اللي احسن لي بمرته مرته 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 هو يضاعي وياه ما ادري شو تحلل لحاله بس شفتني ما تضرب تسدس علي لا كانت النور طالع على شيء مش معقول يا هذا شيء معقول يضر اشياء النور طالع على شو اسمه هالبها اللحية اللي شو قلت لها بدي اوريها انه هي خيالي هي خيالي هي خيالي بدي اتحمم مش وارد بدي اكل خرع مش وارد رحت الجرزي وعطوني رحت الجرزي ونسيت ما بالشب بالتيجر شرحت الدجاج الصوف حتى من شرحت الدجاج الصوف قدامهم؟ لا شرحت قدام الله قلت له فين الشارع قلت له فين الشارع اللي بصل الى كولفوكس لا لا داون تاون داون تاون داون تاون كولفوكس كولفوكس داون تاون كولفوكس داون تاون كولفوكس اللي في امريكا الايمرجنسي امبريشن امبريشن اللي في امريكا عند محل ما جابوك أوجد محمد أبو كن يعني بسيارة إنه بس لا أنت قلت لي قبل شوي إنه سلحت جرزاي الصوف لا جرزاي الصوف ولا بس مشيت جرزاي الصوف سلحتها مش مشيت في التشي هسا قلتها يا شرموت مشيت صحيتها ما طلعت عندهم مش حتى أقول بتحمم مش حتى أقول بتاكل مش حتى أقول بنفوني عن البردان قلت لهم قلت لهم والله الباص اللي بيطلع داون تاون من هون بمر من فين بمر لا يا مش عارف انت مخ او طير يعني لا مين من لبع يا لعلمي يا لعبني شو من عبطني شو من اللي عبطني شو تلوان اللي ربطوا يبا انتك نطير شو تلوان اللي ربطوا يبا انتك نطير شو حلو حلو مش ايش يبا تلوان اللي ربطوا يبا يبقى انتك من تيجو انتك من تيجو قصد معنى والدتك طبعا شت شت حطوا لك تعطي تحميلي وعمره سنتين تعطي تحميلي سنتين تعطي تحميلي تعطي تحميلي تعطي تحميلي تيجو والله ما حين عمل سكتو وشدت لقد تحميلي من تيجو وانا صغير حطت تحميلي ولبس الصوت حبي له جيت ضميته حبي له جيت ضميته صدري وشديت له التحميلي ما كانش يحكي مني يحكي كان يحكي مني يحكي قال لي يا ترى الحين تدو طبعا مش ربعة لا كان يحكي بس له التحميلي عاد التحميلي ده تطلع إذا منيح من كل شعر تعبت التحميلي ده تطلع مش التانيكو وش تكنيك وتحبه هبه
مش عينيكم مش عينيكم بس بدي اخذ المحنه منه. بدك تاخذ المحنه منه. بدي اخذ المحنه منه. بدي اخذ ايش؟ المحنه منه. المحنه منه. شت. ولا يطب فيها يطب فيها هي خلاص خلاص انا نطب فيها. خلاص؟ خلاص. مش عينيك تطب فيها. ما عندي. بعدين انت يعني حتى دقيقة دقيقة تعرف دقيقة دقيقة دقيقتين ثم تنسى تلعب تنحب تضحك وتحكي تعرف يا غيره يا الحكي هذا بيتم وراك يا بتيجي الشرطة يا بنزل منك دم يا بنزل منك بتيجي الشرطة بتخلي طب هيك وهيك وهيك شت ما هي هي تعرف العب عربي عربي امان ربي امان امان ربي امان عرب لوك ديك يون دي عرب يوك يوك عرب خرشيش دينيوك دينيوك عرب خرشيش دينيوك عرب خرشيش دينيوك دينيوك عرب خرشيش دينيوك 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 شت شت انا اقول لك عرب خرشيش دينيوك لو اتراك يقولوا ايش عرب اقلوا اتراك اقلوا مش عارف لسه اسم العرب خرشيش دينيوك ها اسم اتراك ايش غير خروف اتراك ايش الأتراك خروف الأتراك إيش؟ خروف وصحت واحد يهودي أمير لهم أمير لهم حطوا واحد يهودي يعني عندهم واحد اسمه عارف اسمه مش عارف يعني قالوا ما ولا بعطيكم في دينار ثلث ولا دينار ثلث بعدين غيروا قال إيه ولا بعطيكم ولا شيء ما بدي لكم ولا شيء ولا بدي أعطيكم شيء هذا مش حق لي حق لكل الشعب العربي كل العرب 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 هاي بلدهم احكي يحكوا هذا حق لنا حق لنا كان يرجعون ولا مسكين واجبين والعرب والعرب جروف من الشدك العرب مهتمين بأمن بأمن دول إسرائيل كم دول إسرائيل العرب مهتمين بأمن دول إسرائيل بدنا نعرف هذا الحكي ليش نكذب على بعض العبط 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 العرب العرب قصد العرب قصد العرب قال انا بقول بعدين تحكي معها لا بالسياسه ولا بالدين لا لا مش انا قلت العرب اول دول العالم تلتزم بحمايه اسرائيل العرب العرب اول دول العالم تلتزم بحمايه اسرائيل ودول هذول اسرائيل كما عرفوا الزكي يعني الزكي مو ما تتاكلوا يعني عرفوا الزكي ما تتاكلوا تاكلوا وبهذا كفايه بقى شعب الكريم اكلتم خيري وانتخبتم غيري هذا واحد من البرلمان قلت له سيدي بالجمعة اللي أكلوا خيرك وما انتخبوك فما عاد من السيرة صار معه السيرة السيرة حق عليه أكلوا خيرك انتخبوا غيرك وقالوا لك لا بدو يا أبو غيرك فالله لا جلسنهم على إيري أكلوا خيري وانتخبوا غيري فالله لا جلسنهم على إيري فالله لا جلسنهم أيش على زبدي على إيش على زبدي الله لا جلس لنا جلس العرب صحيح عقليتهم على 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 العرب يعني يروحوا ايش على مش من الشيك منهم فيهم منهم فيهم يقول لك ايش يقول لك ومن لم يحمل الله ومن لا يحمل الناس لا يحمل الله هي 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 زعم مزيف هذا من لا يحمل الله من هي اللي قشقش هي اللي مشمش هي اللي مشمش هل خلاهم أصلا يلا شيخ التكشين الدقيق بس السيجارة تاعتي